Hello, grade 2 now. Hello, grade 2 now. Take chapter 10. هنبدأ إن شاء الله يا شباب في chapter 10. هنحل الأول البيج دي، وبعد كده عندنا lesson 9 and 10 عبارة عن revision about subtracting by regrouping. Regrouping يعني بنعمل بورو يا شباب من ال next place. Regrouping يعني بنعمل بورو from a next place. نبدأ هنا يا شباب use the number line to subtract. يعني ايه؟ عايزين نعمل subtraction with the number line. احنا قلنا بنقف عند النمبر الجريت، بنقف عند النمبر الجريت and make back، بنرجع على حسب النمبر التاني. تعالوا كده نعمله بالراحة. انا عندي هنا the first 14 subtract 9. 14 subtract 9، يبقى انا هقف عند ال 14 الاول يا شباب اهو. مس نعم، احنا مش واقفين، انا مس احنا واقفين وانا عامل 69. اه سوري الكتاب نزل. طيب معلش يا حبايبي انا اسف، ولا يهمك، الكتاب كنت عمل بقالي نزل مخاوف. سريع، انا كنت مظبطاه ان احنا ناخد. ايوه دي 169 صح؟ ايوه صح. معلش الكتاب جري من السكورينج. ف يلا بينا، عندي السبتراكت جري اه ادي السبتراكت اهو، يلا بينا. هنبدأ الأول يا شباب في ليتر A. ركزي معايا يا بسمة، ركز معايا يا يوسف. 6 subtract 2. لو معايا 6 ينفع 2 get it from it، نعمل subtract 2 from it؟ yes. نو يبقى 6 يس يس 6، طلعي 6 fingers and fold down 2. fold down 2، نزلي 2، يبقى equal كام؟ 4 4. طيب after that 4 subtract 5، طلعي 4 fingers. لا فور ما ينفعش، ايوه ينفع ناخد منها 5 fingers؟ لا الفور هتاخد من الثري. ايوه اسمها ايه بالانجليش؟ ايوه كده يا بس، لازم نقول بورو يا يوسف. 14 ماينس 5 ايكوال 9 استنى ال 3 هتبقى becomes كام الاول؟ لازم بصوا انا بمشي 2 الخطوات ازاي. times 2 14 minus 5 Yeah. equals 9 Excellent. 9 with 2 subtract 1. 2 subtract 2 1 subtract equals 1. 1. Yeah. يبقى 194. شفتوا الستبس ازاي يا شباب؟ عرفتوا الستبس ازاي؟ مش عايزة حد، لا احنا مش الاثنين عايزة حد يتلخبط تاني، 194. مش عايزة حد تاني يتلخبط في الريجروبينج أو يتلخبط في البورو. أوكي؟ طيب يلا بقى نعمل بقى كومبيتيشن، نشوف مين فيكم اللي هيحل الأول. أوكي، ناخد كويتشن كويتشن بالراحة كده عشان أصححه واحد واحد. هنا ستارت، هنا يوسف، ادي واي يوسف and here بسمة. يلا يا يوسف حل بس كويتشن بي يا يوسف عشان نصحح واحد واحد. يوسف letter B and بسمة letter C. let's go يا شباب. 7 minus 7 equals 0. Okay. 1 minus 4 لا بقت 11. 4 هتاخد خلي بالك اكتب 1. الاول، اعمل الفايف بيكمز كام، لازم تعمل كده يا يوسف، هتنسى وتعملها غلط. يلا بس حبيبي 7 انا ما اعرفش احل السؤال. 4 multiply 8 and 5. ايوه سبتراكت، اسمها سبتراكت 4 او minus ماينس. 4 equals 0. هعمل بورو بس الزيرو ما عندهاش حركة. هعمل بورو عملتها يا ميس. من 9 لمس بالظبط، ال 9 شاطر يا هتبقى يوسف. 8. 7 subtract 7. اوكي 11. ماشي اكسلنت بوي، برافو. يلا ليتس دو ليتر دي يا يوسف. كده يوسف ذا اوكي. فيرست. اللي هو ده وده ليتر مسحت ليه؟ I'm sorry. طيب يلا يا قلبي. فور ماينس ايد ما ينفعش. فور خدت من الفور بقت
من 14 6 وال4 دي هتبقى 3 3 ماينس 9 لا طيب فين يا بو، فين يا هتاخد يوسف؟ من بص يا يوسف، 4 يوسف كده هتتلخبط، لازم تكتب النمبر becomes what، النمبر becomes what. بسمة انت بتعملي عندي جيت عندي انت جيت تقريبا تعملي ايدها عندي جت، كده ليه؟ تقريبا ايدها جت غلط على الكيبورد اهو هي. بس سري سري ماينس ناين لا سري خدت من الفور بقت سيرتين ناين ماينس سيرتين فور يوسف 346 انت مش كاتب النمبر becomes كام، انا عايزه النمبر، انت بس كاتب خلاص النمبرز بقت كام؟ عملت يا مس انت كاتبه 146 100، لا 1 طيب بصي كده معايا يا بسمة، 4 subtract 8 مش هينفع، we will borrow from an accustomed digit، ينفع الزيرو ناخد منه ال no، we will No. take from 9، ال 9 becomes Now it becomes 8. yeah، والزيرو هيبقى 9 عشان هيبقى 10 انا borrow 1 يبقى 9، and 4 becomes 14، ال 4 بقت ايه؟ 14. اوكي 14 subtract 8. 14 subtract 8 equals 14. 14 subtract 8 Equal 4. لا equal 6،6. اه صح اعملي count من ال 8 لغاية ال 14 هتلاقيها 6. طيب 9 subtract 7 9 subtract 7 equal 2. yep 2، 8 subtract 2 8 subtract 2 equal 6. yep 6، يبقى الانسر بتاعك كام؟ which number؟ 626 yes 626. طب يا وانا وانا يوسف بصي بقى يا يوسف، الغطأ بتاعك فين؟ بص يا حبيبي انت عامل هنا صح 14 اللي تحتيها بقى نحل مع بعض وهنا 3، تمام 14 subtract 8 6 صح. After that you will borrow from here بقى becomes 3 and here 13. 13 subtract 9 equal 4 صح. 3 subtract 1 equal 3 يا يوسف؟ لا أمال equal كام؟ انا عملتها من الغلط عرفت بقى ليه أنا بقول وانا لك؟ ليه يا يوسف بقول لك لازم تكتب النمبرز after borrow ازاي؟ يب يبقى 246 246. اوكي يا شباب بسمع ما تشخبطيش عند البتاع اللي انا بعمله والله مش هخبط هي شكل ايديها، انا عندي ساعات لما انا بدوس غلط على الماوس بيعمل خطوط على السكرين. تمام كده حبايبي، كده فهمتوا يا شباب اللي السبتراكتنج تحتها يا دي؟ مس اللي تحتها نحل مع بعض يا مس طيب يلا يا يوسف انت خد لتر اي، ادي يوسف هير، هنعمل واحدة تانية أخذنا بمشروع واحدة وبعد كده ناخد مس واجب ونحل بقى في أه اللسن الجديد. مس هو ديت كانت إجابتها كام؟ دي كانت 246 246 تو هتبقى 1 يا اوكي يا عم ما هو شفتي الماوس عندك بيجري، خلي بالك. مس ممكن تعمليها انت بقى طب عشان قولي انا هقول يا مس وانت تكتبين ماشي، انا القلم بتاعك اهو، يلا التو هتبقى 1 وال1 هيبقى كام؟ مس ايوه انتوا هتبقى 1 و 6 وال1 و 6 الاولاني ده هيبقى ايه؟ 1 دي هتبقى 9 ال1 هيبقى هتبقى 9؟ 11 أو 11 ايوه بالظبط كده 11، 11 subtract 6 11 subtract 6 اوكي 1 equal 5 يا 5.
1 subtract 1 1 subtract 1 equal 0. yeah 6 subtract 2 6 subtract 2 equal 4. yeah 4 برافو يا بس يا برافو يا يوسف كمل هو ذا لاست نمبر اسمه ايه ده مين ده مين ده يا يوسف فور أتوقع صح؟ فور مش عارف طبعا ده فور ده فور يا يوسف صح فور ايه ده انت راسم لنا عفريت يا يوسف احنا نقعد نقول ايه الرقم ده ايه الرقم ده ده عامل زي العفريت عمال اقول ايه ده مين ده هو شخبط ولا ايه طب يلا فرصة بتراكت وان ثانية واحدة مثلا اخد جي و خلاصة اتش ولا هو ياخد جي واخد اتش؟ اه يلا ابدأي في الاتش يا بس اوكي يلا قولي الزيرو هتبقى ايه الزيرو هتبقى 10، هتبقى 9 قصدي، لا الزيرو صح هتبقى اوكي انتن هتبقى 10 صح. عشان هو اول نمبر عشان هو فيرست نمبر يا بسمة ماشي والفايف بيكمز كام 5 becomes 4، تمام يلا بينا بقى 10 سبتراكت 9 10 subtract يلا يا 9 يوسف ليتس اللتر جي equal 1 equal 1. مس نعم مس مس نعم انت بتحللها وكده غلط يا مس، لا بتخليها مش هي الحلوة بحللها انت تعمل لها القلم، هي انا القلم بقول لها عشان هي اللي قلمها تعمل لي القلم، انا بقول لها هي بقى بتكتب انا لي. بكتب بس يا يوسف انا مش بحل لا لا الكتابة برضو لا ممنوع. طيب ماشي يلا يا بس ما اقول 4 قولي واكتبي 4 4 multiply as the ماينس sign ماينس minus sorry ال 4 هتنزل زي ما هي، يعني انت هتكتبي هنا فور لا sorry 4 بورو 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 يلا يا بورو يوسف انت اعمل لتر جي بورو يا مس بورو. ياب ماشي الفور هتبقى 3، اوكي الفور هتبقى 3 يا مس، و 3 والفور دي هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 4 4 4 482 44 يا مس 40 40 هتبقى 14 يا 14 14 سبتراكت 8 14 subtract 8 okay equal 4 equal 4 لا اعمليها تاني يا بسمة 14 سبتراكت 8 اوكي اتعلى دينا نشيل من 4 لا كاونت فروم 8 تو 14 من ال 8 لغاية ال 14 ماشي خلاص يا يوسف don't write on the board على 4 okay 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 احنا عايزين لغاية 14 18 بس يا بس 14 بس صح ماشي انت جريتي ليه؟ مالكم انتوا صايمين النهارده؟ احنا صايمين، انا صايم كل ايام رمضان لحد 5 6 المغرب. 7 8 9 طيب انا 10 قلت الصيام مالها 11 معاكم النهارده 12 كل سنه طيبين 13 العيد قرب وانتي طيبة.30 كام؟ اخر 3 ايام دول، اخر 10 ايام 30 كام دول هي العيد؟ المغفرة، المغفرة يا اوه دي مصطفى. فيها ليلة القدر ده فيها ليلة القدر كمان تبقى 6 يا بسمة وبعديها ال 3 بصي يا ميس بتساوي كمان نمبر 3 زي ما هي العشر ايام الثلاثة يلا العشر ايام اللي الاخر ايامنا نخسره اه صح؟ يا حبيبي ربنا يغفر لنا جميعا يا رب ويبلغنا ليلة القدر تمام يا بسمة كده عرفتوا يا شباب الريجروبينج يا شباب وازاي البورو كده في بروبلم في البورو هناخد باقي البيج هوم ورك عشان ناخد النهارده الليسون 9 and 10 عايزين نخلص الشابتر النهارده subtracting two numbers with regrouping هنا يا شباب البلس ميس
نعم هي نمبر اتش ديت كانت كام؟ اللي هي 450 كانت 361 361. listen 9 طب والباقي؟ الباقي هوم ورك يا شباب، الباقي هوم ورك عشان ناخد ليسون 9 اند 10 عشان نخلص الشابتر النهارده. اوكي دلوقتي يا شباب انا عندي السبتراكتنج ويز تو نمبرز، شفت كل اللي اخدناه؟ هنبدا نعمل الريفيجن بقى في ليسون 9 اند 10 باي اديشن اند سبتراكشن، يعني مفيش حاجه جديده. طيب نبدا كده يا شباب، انا عندي letter A هنبدا كده 1. نبص هنا الاول على الساين، انت اد ولا ماينس؟ يبقى first look at the sign. It's addition or subtraction. It's a minus. Okay. Then 1 minus 4. ينفع 1 take away from it 4؟ No. يبقى how to get number 1 grade. I will borrow from 7. 7 becomes 6. And 1 becomes 11. 11 subtract 4. ها مين يقول بسرعة 11 subtract 4؟ 11 subtract 4 equals 3. No. 11 subtract 4. 7. Yeah. Yes, يوسف. هيبقى هنا 7. برافو يا يوسف. طيب 6 subtract 3. 6 subtract 3. يلا بسرعة أنا مش 3 3. برافو. طيب الفايف ده، الفايف في تحتها اي نمبر؟ لا فايف. ياب فايف. fall down the five as the same number. انا اللي كسبت الاجابه دي. برافو. طب تيجوا بقى نشوف في الاد، نبص الاول على الساين، الساين هنا ايه؟ اه يا ميس ده احنا هنعمل اديشن، هنعمل اديشن. يبقى first look at the sign. 3 plus 8. Wow, get it up one nine nine ten. We'll get it up one. Yes, teacher. نعم. شوفي هل يوسف ياخد السطر ده ال دي و اف و اي ماشي. وياخد ايه جي اتش ال اي طيب انقلوا بس كلهم مع في بعض. البوك بتاعكو، انقلوا في البوك بتاعكو الاي والبي. ميس ميس انا كتبتها دلوقتي وانا الاجابه صحيحه. برافو. انتوا كده كده يا شباب عملنا ريفيجن على الريجروبنج كده، ان احنا ازاي نعمل كاري اب او نعمل بورو. How to make a carry up or how to make borrow. اوكي انا هعمل letter C عشان يبقى خلصنا الرو ده، وانتوا letter هناخد رو رو ليوسف وبس. هنا هنشوف الاول، هنا minus 4 subtract 5 it will be not true. I will borrow from 7 1 become 6 and 4 becomes 14. 14 subtract 5 count from 5 to get 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Look at your fingers. How many fingers? It will be number 9. Then 6 subtract 6 equals 0. 3 subtract 1 equals 2. اوكي يا حبايبي كده احنا عملنا revision about addition with regrouping by carry up and subtraction. يلا نشوف بقى الكومتيشن between يوسف and بسمة. The first column here يوسف take letter D E F and here بسمة G H I. Let's go 1 2 3 go. نايس. يلا start this row. كل اللي بالجرين ده يا يوسف الكويتشن بتاعت يوسف. خلي بالك يا يوسف، look at the sign first. The add ولا subtract؟ احنا قلنا الأول يا شباب بنبص على الساين، بنعمل addition ولا subtraction. يلا يا بسمة open your cam. بس هنحل في البوك ولا هنحل في البورد؟ عايزة تحلي في البوك وتكتبي لي الانسر؟ ماشي. عايزة تحلي على البورد؟ ماشي. 293. نو يا يوسف نو ترو، it's addition not subtraction.
look at Yes, the it's sign. strong. بص الساين بتاعتها ايه يا يوسف؟ اوكي. بس نعم. خلاص. طيب 5 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 حمد الله. ايوه كده يا يوسف، برافو كده يا يوسف، اتس رايت انسر. لازم يا يوسف لوك ات ذا ساين فيرست. انا قلت لكم الاول يا شباب لازم ابص على الساين، الساين يعني العلامه، هل هي اد ولا سبجكت عشان ما تلخبطش تاني يا يوسف. يلا ميك ليتر اي. Done, Anything? Netich. Done. No. Okay, I'm done. what's your number, the first letter G? 573. طيب تقدري تكتبيها بس يا بسمة؟ أكتبها مش هنا في letter G قلتي what's the number؟ 573. أيوة. ال 3 ثانية صح. 890 خلاص. يس بس لا the last one لا. بصي كده لما نعمل بورو انت هنا ما كتبتيش اكيد النمبر بيكمس ايه، هنا هيبقى 10 and here is 5. 5 subtract 1 equal 5. Yeah. أنا خلاص. 4 equals 4. يا فور. ماشي يا بسمة. طيب اللي بعديها، حاضر يا يوسف نشوف بس الإجابات بتاعت بسمة الأول صح ولا غلط. وبعدها بلس بلس 6 تبقى ايكوال كام؟ 1 بلس 9 equal 10 يا 8 8 بلس 5 equal 13 خلي بالك و I carry up one. اوكي 1 equal 3 3 و carry up 1 one plus nine, 1 plus 8 equal 9. Yes, 9 and 5. برافو يا يوسف، is a true Five. answer. هي 9 plus 5. 14. Yeah, 4 and carry up 1. Yes. One plus 3 equal 4. 4 plus 3 equal 7. Yep. Yeah, what is this number? 740. Yes, 740. Okay, and the last one? اللي انت بتقولي 740. لا 40 40 not 14 يا يوسف. 740. يلا اللي after that. 947. يا 740.
لا 40 مش مثل ما قلت 40. 979 من الثانية. هتبقى 900 ايه؟ 972 972. طيب ال 2 صح، right answer. هنا 1 subtract 2 is not true. I will borrow from 9. It will be number 8. And here becomes 11. 11 subtract 2 equal 7 يا بسمة؟ No. أمال equal كام؟ count from 2 to 11. عدي من ال 2 لغاية ال 11. equal كام؟ Okay. Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11. لا nine. يب 9. يبقى here equal 9. After that look at the number 9 becomes 8. Fold down the same number. Fold down the same number. Okay. Okay يا شباب. هيا يا رحلة يوسف. Do you الكتابة understand؟ نقلت واحد الانسر؟ نقلت لسه. الانسر in your book؟ Yes. Yes. لا طيب لسه يلا، لسه. No no لا 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 طب يلا بسرعة عشان ناخد كويتشن تاني عشان ما ناخدش كلهم هوم ووركس. ده احنا عربي نخلص اليوم اصلا. اه ما خلاص، ما انا عشان كده قلت لكم عايزين نخلصه النهارده عشان نبدأ بإذن الله الأسبوع الجاي ناخد شابتر 11. ياب إن شاء الله هنقدر، بس لو ما قدرناش بس كل واحد لوحده يا مس. اوكي اوكي دي اخر رو. خليكي معانا. طيب خلاص كل واحد فينا واحدة، هنبدأ بيوسف عشان هو اللي خلص الاول. first boy and second the girl بسمة. ادي هنا بسمة and here teacher نهى. يلا بينا، او اقول لكم الكويتشن الاخير اللي هيخلص الاول هو اللي يحله. اوكي آخر يلا. واحد اسمه طيب ماشي يلا. One. نشوف مش مين اللي هيسبق. One, two, three. الله عمل لي اسمه. أهو ده أنا، ده أنا كتبت. Finished the first one. Five, six, seven, eight, nine. I'm finished. سبقتكو. Done. هاي بسمة رايت، واتس نمبر؟ 868 66. 60؟ Oh. 4 subject 4 Eight, yeah. eight, أنا كاتبة في الأولاني يا مس 8 8. طيب وفي السكند، في التنس مين؟ نو يا بسمة، في التنس غلط. ميكي تاجين، صح. سوين ما ميكي لو تاجين. بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 عايش بس لبط فيه. ياب يلا يا يوسف. نو 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 ايه ده 0 احنا minus خلصنا قبليك؟ 2 0 minus 2 equals equals 2. قلبي هنا subtraction بتاعت بسمة انت عندك subtract. غلط، انتوا كلكم كان بلس، انا كنت اه سبتراكت. ما انا بقوله انت يا يوسف مركز في بتاعت بسمة، حل بتاعتك يا يوسف. خلاص يعني الوقت يا دوبك خلص، يعني انت ايه؟ ما حدش يقول لي الكلام ده، ما حدش يقول لي، ما حدش يقول لي الكلام ده، طب يلا حبيبي لان كده الكلام اللي انت قلتها بس ما كده وحش. ماشي. طب يلا حبيبي عشان نخش على اللي بعده قبل ما الوقت يخلص. هندرد فايف 900 ايه؟ فايف 5 ازاي؟ طب 3 بلس
8 ايكوال كام يا يوسف؟ ما ينفعش، ما ينفعش. قلت ما ازاي ينفعش. دي اديشن يا قلبي؟ قلت لك بص الاول، look at the first on add. add يعني بلس، ماشي يا حبيبي؟ ها يلا بينا. يلا 3، بص كده. 3 بلس 8 يا يوسف ايكوال كام؟ 3 بلس 8 11. 11 and 1 and carry up 1. 1 plus 8. 11 1 plus 8.12 9. يا ناس. Yep, 9 and 3. 8 Yes, equal 12. 2 and carry up 1. 1 and 4. ناين، نو فايف. اه طب انت 1 بلس 4 5 اند 4 9 كده يوسف. يو اندرستاند يوسف؟ انت تاني مره يوسف ما بتبصش الاول على العلامه. يو ماست لوك ات فيرست اون ا نمبر لاين. يو ماست فيرست لوك ات ا نمبر لاين، ماشي يا حبيبي؟ اوكي. باي. يلا بينا يا شباب another page. هنا برضك addition و subtraction، دي homework يا شباب. 171 addition و subtraction، ماشي؟ يلا نعمل اللي choice بقى وال true and false. Let's start with Basma. Here Basma Yes. and here Yusuf. يلا let's go. Yes. هنا اللي choose طبعا يا شباب. لو بدأنا بال tens، لو بدأنا أنا بال نحل ones مع بعض المرات. ايه؟ أنا نحل مع بعض المرة دي. ماشي. طب يلا هنا ده تشوز، انت لو جبتي الوانس والتنس هتعرفي النمبر مين اللي هتختاريه. Which number you chose؟ عندي بلس 7 8 9 10 11 12. ايه ده؟ 1 plus 3 equals 4. برافو four يا بس. plus equals 4. okay. It's a true answer. يلا يا يوسف هنا subtract، خلي بالك. انا عارف العالم ازاي. طيب هتختار any letter A ولا B ولا C ولا D؟ سي yeah. سي صح. ما انا حل امس اعمل انت العلامة عشان اللي بعديها بسمة لتر سي. انت يا بسمة حلي لتر سي. يا سيكس لام بوي. بس يا 240 يوسف 248 صح. لا نوت ترو، مش لتر سي، مش 200. ركز. يا لتر دي. ايوه كده ركز. برافو. letter D is right answer. طبعا هنا يا شباب letter D. ماشي يلا يا يوسف make a letter D بقى، اعمل letter D. شتا تشوز دي، يلا answer letter D. ثانية واحد. ماشي يلا يا ميس. بيس بيس Yes, what's your choice؟ يلا يا يوسف انت one بتعمل man. ليتر دي. طب انت ماشي ليه بقى، بتخلي بس بتعمل بلس؟ انت برضك سبتراكت، خلاص اعمل انت البلس اهو يا قلبي ليتر اي. يلا عشان ناقص 2 minutes. كده يا شباب في حد مش فاهم حاجة في الاديشن والسبتراكشن ويز ريجروبينج؟
No. طيب يا حبايبي، عشان لو كده هناخد هومورك الحاجات بتاع الشابتر، علشان احنا كله عن الاديشن والسبتراكشن. هناخد كل الصفحات يا ناس لحد لما نخلص اه، ما الترم انتوا كله. عندكم بقى اجازة، انا دي اخر حصة عندكم في الاسبوع ده صح؟ كل يوم حل صفحتين، كل يوم حل صفحتين، عشان يبقى كل يوم بتحل ماس، ما تحلهمش كلهم مرة واحدة. يعني خلاص يعني النهارده بس خلاص. لا لسه كملي، انا بعرفكم هتعملوا ايه الهومورك يا شباب. كل يوم 2 بيجز، وهشوف مين اللي هياخد فيرست ستيشن، مين اللي هياخد المركز الاول الفيرست، ومين السكند. اوكي، كل يوم 2 بيجز، كل يوم 2 بيجز انسر 8، ماشي عشان هو خلاص يعني عشان هو خلاص ايه، انا هو خلاص هيقفل يعني عشان لا قرب يقفل. اه هما ناقص 2 minutes لسه يا بسمة. يلا answer 8. انت عملتي هنا الاديشن كام؟ 225. Yes exactly right. طبعا هنا ال answer 225، letter A is the right answer. هيا يوسف، الاديشن بتاعك طلع كام؟ ثانية واحدة طب يلا لحسن، ناقص اقل من دقيقة وهيفصل، تبقى الحصة خلصت. 91 ماينس 37 Yeah. 7 ينفع ماينس 1، 1 كان 2. ينفع 1 subtract 7، هتبقى 11، 11 subtract 7. مثلا 8 9 10 11 4. يا 4، مين هنا ال 1 4؟ هتلاقي letter B. اوكي يا يوسف، يبقى 54 يا شباب، هنا هتبقى 54. تمام يا حبايبي، احنا هناخد هوم وركس كل باقي الشابتر كل